السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة نهاية الأسبوع الماضي من أجل نقل جثة امرأة في عقدها السادس إثر سقوطها من الطابق الخامس لعمارة سكنية تقع في بلدية الشرفة شرق الولاية. واستنادا لبيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 3:50 عقب تسجيل سقوط سيدة تبلغ من العمر 60 سنة من الطابق الخامس لعمارة بحي 105 مسكن وسط مدينة الشرفة، حيث لفظت الضحية أنفاسها الأخيرة في عين المكان قبل تحويلها للمستشفى، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن سبب سقوطها يعود إلى دفعها من طرف ابنها والذي كان يعاني من اضطرابات نفسية حسب ذات المصادر، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والتي فتحتها الجهة القضائية.